شيء مخجل ومخزي ومسيء، معناها ورداء في أسوأ حلة. للأسف الشديد ما رأيناه البارحة معناها يندى له الجبين، مش أول مرة يصير، ومش أول مرة، وفي أكثر من منبر إعلامي، وفي أكثر من منبر إعلامي، وأكاننا أصبحنا نتصارع في الصراخ والصياح. كان أصبحت بعض المنابر الإعلامية للأسف الشديد معناها تجري وراء البوز وراء الإثارة دون تقديم مادة ربما تفيد المشاهد. حتى في التطاحن السياسي، أنا أستغرب بالشكري مز سياسيين هذا ونائب شعب، يعطيك الصحة. أنا توا والله ساعات لما ربما يتخاصم طرفين سياسيين من حزبين مختلفين، معقول جدا تجد لهم عذرا على كل حال، فما اختلافات، فما تنجم تتشنج الأعصاب، ولو أنا ما نحبوش تتشنج برشا، لكن لما يكون محلل بتاع سياسي أو كرونيكور، يا أخي أنت ما دخلك في مواقف الآخرين. هو حر في موقفه سيد زهير المغزاوي، هو حر في موقفه. وبعد هذا معنى هذه الصراخ العجيب وهذا معنى التلاسن وهذه حتى الاتهامات وهذا الكلام معنى أحيانا الهابط جدا اللي سمعناه، والله أنا أشفق حتى على مقدمة البرنامج بالحقيقة، أشفق حتى على مقدمة البرنامج. كانت في وضع سيء جدا. البلاتوات هذه راهي كرهت التوانسة في السياسة، راهي البلاتوات هذه خلات برشا توانسة تقريبا تكره حتى مشاهدة بعض المنابر الإعلامية، وتلوج باش تفرج في ماتش ولا فيلم ولا حاجة باش تفرج بها. لأن توا احنا البلاتوات هذايا والأداء الإعلامي هذا ألا يعكس أيضا طبيعة المجتمع التونسي اليوم؟ مش مرآة للمجتمع التونسي، لأنه فما شكون يقول لك هذايا قاعد يلقى رواج الأداء الإعلامي والسلوك الإعلامي هذايا، ومثل هذا الخطاب الإعلامي والسياسي من منطلق وأنه الجمهور عايز كده كما يقولوا المصار. والله بئس الإعلام والإشهار إذا كان الإعلام البوزي اللي يحب معناه الغاية متاعه وهي جلب الإشهار عن طريق خلق الإثارة وترويج مثل هذا الخطاب معناه في الصفحات الإلكترونية، وأننا أصبح الناس كل منها تبارتاجي في مثل هذه الأشياء وتتفرج فيها حتى تجد ربما، وهذه شفناها احنا تقريبا في كل قناة عندها واحد منها مسيب ما أنا ما عنده حتى ضوابط في البلاتو، ولا يتفوق حتى لمقدم البرنامج. يا أخي هل هو يشد البرنامج وكهو؟ أنا وكان مقدم البرنامج ديكور ولا في البلاتو، والمحلل ما هوش مطلوب منه سياسيا باش يعارض ولا يحلل ولا يبرر ولا بطبيعة هو ينجم ينتقد أي موقف من المواقف الأطراف السياسية، لكن زادك كيف كيف وش بدنا احنا؟ مش كان قناة الحوار، حتى قناة تونسنا زادك كيف كيف معناه لهنا معناها التو المحلل السياسي، تو احنا ولينا محلل سياسي طرف سياسي، تو انا مثلا نستقبل في انا يا سيدي محلل جاء قدامي رئيس حزب معين، قدامي سي حمى الهمامي ولا سي راشد الغنوشي ولا سي كمال مرجان ولا سي محسن مرزوق ولا اللي هو ايه، تو اذا كان باش نجيني انا مطالب باش نناقشه في الافكار بتاعه وفي التوجهات بتاعه وفي السياسة بتاعه، مانيش مطالب اذا كان هو معناها اختلفت معاه ولا اعطاني موقف مثلا ما نحبوش ولا غير مقتنع به، مش مطالب باش نعمل عركه معاه هنا. مش هو خصمي، انا مش نفس معاه انتخابيا، هو والله ينجم يتقابل معاه واحد اخر معناه في اتجاه معاكس مثلا من حزب اخر ويختلف ويتشنجوا، نجم تلقى لها تبرير. لكن كاعلامي انت ما دخلك اذا كان هو مثلا لما لا يلتقي مع النهضه مثلا حمل امامي ايش بيه باش تعمل ايش هذيك، هو قناعات يا اخي لازم يكون هكاك. السيد هذايا المغزاوي ضد التطبيع، هو حر، فلان الفلاني مع التطبيع سيدي هو حر، فهمنا تي ما هذه. لكن من نجم نعطي موقف انا ونحجوا علاش عملت هكا وعلاش ما عملتش هكا، ونذكروا مواقف قديمه ربما ونحاول نجد مواطن نتاع خلل او تناقضات في الخطاب نتاعه، هذا دوري. لكن مش من دوري زاد كوني نصيحه عليه، مش من دوري زاد كوني نطيح لي قدره، مش من دوري زاد كوني نحط من شانه. هذاك قبل ما يكون راهو سياسي هو انسان عنده عائله، وقبل زاد انا نحكي ما نحكيش حتى على مضمون الخطاب، راه نحكي على طريقه الخطاب واسلوب الخطاب. واحنا شفنا منه كان توا هالاستئساد على الضيوف، انا شيء غريب، انا توا انسان هو ضيف، هو ضيف في النهايه، معناها توا انت انسان قار، انت محمد مثلا صاحب، فما الناس اللي يجلس في الكرسي غادي، انا كل يوم يجيك واحد غادي هو ضيفك، معناها في النهايه بالطبيعه انت دورك كاعلامي باش تحاول تناقشه وتحاجه، معناها تحاول تشوف ربما تنتظر منه حاجات، تشوف منه تفتك منه تصريحات معينه اللي كان مخبيها ما يحبش يخرجها، تشوف شني مواقف وشني كذا الى غير ذلك. لكن ماهوش دورك انت باش اذا كان موقف من المواقف ما عجبكش باش تقول له بيك وعليك وترشنوه وكذا، انا هذا عيب صراحه، عيب ما حصل لا يليق. وانا
صراحة بعض المنابر تحولت إلى تهريج تهريج وفما تشليك للرموز السياسية. أنا مش باهي تشليك الرموز السياسية وتشليك القيم زاد كيف كيف، فما ضرب لكل ما هو رمزيات في المجتمع.